السلام عليكم، كي داير اخوتي اخواتاتي؟ كي داير نتوما؟ لاباس عليكم، تحيه ليكم بزاف بزاف. صحه فطوركم، صحه ان شاء الله، العواش مبروكه، الله يدخل لكم هذا العيد الصحه والهنا اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله. تحيه ليكم بزاف بزاف بزاف، وتحيه للناس المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه ليكم بزاف، اخوكم اليوم اخوكم رضوان طنجه ورضوان فلوك. واخا اليوم شفتو الضو اليوم مطافي، علاش؟ الحال سخون وتخلي تبرد الدار شويش. كي داير نتوما؟ لاباس عليكم، كي دوزتو نهاركم؟ كي دوزتو فطوركم؟ كيف دوزتوا هذا النهار ديال كيفاش دوزتوا هذا النهار هذا؟ كي داير نخوم؟ كي دوزتوا فطوركم بخير على خير؟ 5 5 كلشي بخير، هانيه. كي تتعاودوا نتوما كاين ديال الشهيوات ديال الحلوه، تبارك الله عليكم، تحيه ليكم. تحيه الناس خوتنا من طنجه حتى الكويره، تحيه الناس العرب كاملين كاملين كاملين. خوت قبل ما نسالي معكم هذا الفيديو هذا، عجبتكم شي فيديو شي حاجه ما تبقى فيديو من الاول حتى الاخر، عاونونا بلي لايك لي لايك اخوت وكومونتير، كثروا لنا لي لايك باش تطلعنا القناه التفاعل ديالكم ان شاء الله. معكم اخوكم رضوان طنجه ورضوان فلوك، يلا بقاو معايا ان شاء الله في هذه الفيديوهات هذو ان شاء الله زوينين، الله يدخل عليكم ان شاء الله للعيد الفطر الصحه والهنا اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله. وتحيه لكم بزاف 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 بزاف، كل حبكم اخوت والناس اللي كيبغونا، الناس ديال الكومونتيرات، الناس زوينه، تحيه لكم بزاف. وتانا عندنا عزازين وغاليين بزاف نتوما، صراحه انا بغيت تكثروا لنا في هذه الفيديوهات هذو، فرقعونا لي لايك وديرو لنا كومنتار باش تطلعنا التفاعل، ميبقاش هاد التفاعل هارد، باش نزيدو نطلعو ان شاء الله قدام، وان شاء الله دعمونا احنا نوريكم الجديد ان شاء الله. وانا كنحط معكم ان شاء الله فيديوهات يومين يومين، بغيت التفاعل ديالكم اخوت، الله يسهل عليكم والله يفرج عليكم دنيا واخره. وتحيه لكم بزاف بزاف، نتوما عندنا عزاز وغاليين والله العظيم، الناس اللي متبعينا من الاول ديال رمضان حتى الاخر، العوام كاملين والناس الجداد اللي دخلوا، الناس القدام تاعهم، تحيه لكم بزاف بزاف. ولي لايك لي لايك، عاونونا ولي لايك، الله يسهل عليكم، يلا بقاو معايا ان شاء الله. A few moments later. راه غليت المعيشة، قوة ولا ضلال ولا غبر الحنان. كنت واقف في السطح كنشوف، دازت من الحومة ساطا ضاربة بيجاما في الموف، هبطت دغيا كنجري ساطا بيضا كتبري طويلة في صالتها حوتة من دوك النوع اللي كنبغي، غادي وغلباني الحشمة شي كلام كنت ليها بغيت نقولو، ما قدرت نقول تا كلمة مسخوطة بياسة وغادا صولو. قلت لها سمحي لي أنيسة باينة فيك درويشة، صدمتني من اللي هضرت خرج من فم ريحة الشيشة. قلت لي يا سير تلعب راختك مقطع انا كم ياشو، بلا مسخطني هاد النار ندير لك شيشو اماكيناش، بلا نعيط لك على عباس يهرست ليك عطي مطي وما تلقاش باش تقلع سير اخون. زيد خيزون تيمان سي با كافو بكا كونسون. وكانت وقعت واحد الجريمه مماثله في المحمديه، داك الولد اللي قطع باه وفصلو وداروه في الثلاجه بسبب خلاف ما بين الزوجه وما بين الزوج، كان دائما كتحرض الابن ديالها عليه. جي جي او 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 جي جي ال ال اي اي قولوا قولوا ديرك 40 والله، ديرها معلم 25 كيلو. بسم الله،
الله يلعن قاسم دمك والله الا دوزتها لك. فو هذيك اللي كتقول عندي حبيبي كيبغيني وكيموت عليا وما يقدرش يتخلى عليا هاكي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.